اهلا بكل حضراتكم، معوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه في ناس كتير جدا الود ودها ونفسها ان هي تلعب رياضه وبانتظام، ولكن نظرا لطبيعه يومهم، نظرا للمواعيد اللي بيقعدوها عدد ساعات طويل في الشغل، فللاسف ما بيكونش عندهم اي مساحه وقت ان هم يروحوا الجيم. طيب هل في تمارين معينه ممكن نمارسها في البيت وتأدي نفس الغرض، يعني وكأننا رحنا الجيم؟ ده اللي هنعرف اجابته وبشكل عملي من خلال كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال بالنادي الاهلي فرع الجزيره اللي منورنا في فقرتنا الاولى الفوريه. صباح العسل. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير مشاهدين قناه النادي الاهلي، بيتي الثاني، وده شرف ليا طبعا ان انا يعني بجد اقعد معاك للمره الثانيه. ده شرف ليا انا اللي بسعد وبتشرف وكلنا بنستفيد، وده الاهم. ربنا يخليك. طبعا طبعا احنا هدفنا الاول في الاخير طبعا صحه الشخص، وان هو حتى نوفر له في ظل عدم وجود امكانيات مثلا متاحه، زي ان هو مش قادر يروح الجيم مثلا او مش قادر ينزل البيت في الجو الساقع دوت. فاحنا بنحاول برضه نوفر له الامكانيات اللي موجوده في البيت، ان هو يقدر يعمل او يبني جسمه او يحافظ على صحته باقل الامكانيات اللي موجوده في البيت. هو طبعا من ضمن الفروقات الكبيره قوي اللي ما بين الجيم وما بين البيت، اولا الاوزان، ثانيا المكان بقى والتريدميل والحاجات اللي زي كده. دي حقيقة. لو افترضنا ان الشخص اللي عايز يمارس رياضه ما عندوش ولا تريد ميل ولا عنده اي اوزان في البيت، ما عندوش غير مجرد مات زي اللي حضرتك مشكوره جبتها معاك، تمام، ايه اللي يقدر يعمله؟ وهل ممكن يوصل لنفس او قريب من النتيجه اللي كان ممكن يوصل لها لو كان بيروح الجيم بانتظام، ولا صح. لازم هيكون في فرق بين الاثنين؟ انا هاخد من كلامك بس حاجه، نرجع بينا يعني 20 30 سنه ورا، تاكيدا بس لكلامك، يعني ان كان زمان ما كانش فيه ثقافه الجيمات، وكنا بسم الله ما شاء الله كنت بتلاقي اجسام وكنت بتلاقي صحه، وكنا بندخل بطولات زمان من 20 30 سنه، وكنت بتلاقي ثقافه الجيم اللي موجوده فوق السطوح لو تفتكر. طبعا. اللي هو البار ومحطوط فيه اسمنت والكلام ده، وكنت بسم الله ما شاء الله فعلا، وده فعلا بسم الله ما شاء الله كنت بتلاقي اجسام وصحه. فمعنى كده ان الثقافه مش جيم بس، لا ده ثقافه ان انت تاخد الخطوه الاولانيه ان انت تبدا تعمل امكانيات متاحه ليك في البيت وتبدا تعمل، وعن طريق وزن جسمك، وده اللي احنا جايين نعمل بيه زي مبادره كده، لان انت يا جماعه ممكن تبني جسمك بوزن جسمك في البيت باقل امكانيات، انت بس محتاج مات، ممكن تستخدم كرسي، ممكن تستخدم ازايز ميه، ممكن تستخدم وزن جسمك، وده اللي احنا هنشوفه في بعض تمارين النهارده، وهتبدا تعمل سكادجول زي ما انت بتعمله في الجيم بالظبط. يعني مثلا انت كنت بتعمل مثلا جدول تمارين صدر وبايسبس، ظهر وترايسبس، شولدر، وبعد كده يوم رجلين، فده اللي هنبدا نعمله بالتدريج في البيت، ونبدا نحط برنامج للشخص يتمرن عليه وكأنه في الجيم بالظبط، على اساس ان هو مش قادر ينزل مثلا الجيم بسبب مثلا شغله، بسبب الجو زي ما احنا قلنا من شويه. لو عرفت تلمنا كل التمارين اللي انت ذكرتها دي في الفقره دي يبقى عسل جدا. طبعا ده كتير جدا، تمارين يعني كتير جدا. بحاول هحاول لكل عضله سواء كبيره هحاول او صغيره. هحاول طبعا ان انا ادي النهارده مثلا لو يكن صدر هناخد عضلتين مثلا، عضله كبيره عضله صدر وبايسبس مثلا، بوزن جسمك، نقدر نعملهم ازاي في البيت؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي ان شاء الله. يلا بينا. هنبتدي بايه الاول؟ طبعا مستر كريم الف، انت قلت في الاول كلمه مهمه جدا، احنا كنا بنستخدم التريد ميل في الجيم. طيب ايه بديله بقى في البيت؟ ان احنا ممكن نعمل تسخين ورم اب عن طريق الجمبات، عن طريق الاسترتشات، عن طريق الورم اب للجوينت، المفاصل، المسل، الكلام دوت. بالظبط. احنا نبدا مثلا نعمل حاجه بديله للتريد ميل، احنا نبدا مثلا نعمل جمب على مشط رجلي لمده مثلا 30 ثانيه او دقيقه حسب ما انت تقدر، او الليفل بتاعك قد ايه. لو انت مثلا بيجنر او ادفانس، مثلا احنا قلنا نعمل مثلا جامب على مشط رجلي لمده دقيقه. اوكي خلصنا الدقيقه، بعد كده هبدا اعلي الجامب شويه، دي مرحله اصعب. كل دي بيشتغل على الجهاز الدوري التنفسي، انا بعمل ورم اب للجهاز الدوري التنفسي بتاعي. أوكي. على اساس ان انت كده بتبدا تهيئ العضلات اللي انت تعمل عليها اي حمل. اوكي كده ابدا الليفل بتاعي يعلى شويه، كده ابدا اعمل جامب جاز، ابدا احرك ايديا مع رجلي، يبقى انا كده بشغل اللور اب اللور بودي مع الابر بودي. تمام. اوكي بعد كده بقى ممكن اعمل سكوات مع شولدر بريس، كل حاجه منهم نص دقيقه مثلا. بالظبط، بيبقى نص دقيقه كده راحه. حلو. والشغل الورك اوت بتاعي بيبقى لمده دقيقه، دقيقه ونص. تمام. حسب ما انا هقدر اشتغل. بعد كده ببدا اعمل ورم اب للمفاصل. طبعا نصيحه ان انا ما اعملش استرتشات استاتيك قبل التمرين، نخلي الاسترتشات الاستاتيك بعد التمرين. طب ايه هي الاسترتشات الاستاتيك؟ اللي هي بتبقى من الثبات، يعني مثلا ما اعملش استرتشات ثبات زي اللي انا بعملها دي بالظبط قبل التمرين، نخليها بعد التمرين. طب اعمل ايه قبل التمرين استرتشات؟
اللي هي الديناميك من الحركه. اوكي. يعني كده مثلا بعمل ستريتش لعضله الصدر اللي انا هشتغل عليها. بس من الحركه عشان ومن غير أقيها اي اوزان ولا بالزبط. اي حاجه بالظبط اقيها من الاصابات. تمام. اوكي. بعمل مثلا شولدر بريس برضو او تبادل للمفاصل بتاعتي. مفصل الشول الالبو اللي هو الكوع مهم جدا اللي بيجي لنا معظم اصابات منه اللي هو التنس البو او الجولف البو. اوكي. يمين شمال نفس برضو القصه في الدراع الشمال. وانت بكده تكون سخنت الجسم كله بالظبط كده. انا ابدا اشتغل لازم يعني اول جزء في جسمي ابدا اشتغل بيه عضلات البطن، هي عضلات السباين اللي هي الكور دي. بدام انا ابتديت بيها يبقى انا كده باقي جسمي برضو من اي اصابات اثناء التمرين. هبدا اعمل تمرين بس للبطن ده برضو في البيت عادي مش محتاج اي حاجه. تمرين الكرانش لازم رجليها تبقى متنيه. اللور باك يبقى على الارض، بطلع بصدري ونص طلعايه بالظبط، بطلع بصدري بس. يبقى هو ده الجزء اللي شغال في البطن بس كده، انا ما شغلتش اللور باك معايا. يبقى كده اللور باك بتاعي سيفتي. تمام. اوكي خلصت، ببدا اعمل بلانك. تمرين البلانك ده مهم جدا لمنطقه الكور. يا اخي يبدو تمرين سهل بس هو مش سهل جدا قبل وبعد، يعني قبل الاستخدام وبعد الاستخدام برضه سهل. ببدا افتح رجلي كده بمستوى كتفي وكوعي يبقى تحت كتفي، وابص على الارض واثبت دقيقة نص دقيقة دقيقة ونص دقيقتين حسب ما انت قدرة الاستحمال تقدر تشتغل. أوكي. بس نصيحة تبقى اقل من دقيقة، المفروض ابقى اوصل فيها لاخري بالظبط. اوكي. اوكي كده احنا سخنا منطقة السباينة بتاعتي اللي هي منطقة البطن. ابدا اشتغل بقى تمارين الصدر والباي زي ما احنا قلنا، او التراي زي ما احنا قلنا. طيب اول تمرين صدر ايه؟ طب احنا في الجيم عندنا بنشتغل اللي هو الانكلاين الفلات الديكلاين. طيب بالعربي الانكلاين اللي هو عضلة الصدر العلوية. هنشتغلها ازاي؟ انا اجيب معايا كرسي في البيت ده متاح برضو مفيش مشكله فيه، وابدا احط رجلي عليه بنفس المنظر ده كده وانزل كده. انا بشتغل عضله الصدر العلويه. حلو. وايديا كف ايدي تحت البنج بتاعي بمستوى كتفي، بعمل 3 مجموعات في 15. يبقى انا اشتغلت عضلات الصدر العلويه. العلويه. طيب الفلات، الفلات ابدا اشتغل برجلي وهي على الارض برضه كف ايدي بمستوى كتفي وبنزل تحت صدري وبرضه 3 ونظري للارض 3 في 15 برضه 3 في 15. تمام. يبقى انا كده اشتغلت عضلات الصدر الفلات او اللي هي المتوسط. طيب السفليه هشتغلها ازاي؟ يبقى العكس. اوكي. رجلي هي اللي على الارض، جسمي مستوي، شادد بطني، شاور اللور باك، وبنزل ناحيه الكرسي. صدري بيلمس حرف الكرسي زي ما انت حضرتك شايف. اوكي. يبقى انا كده بشتغل الجزء السفلي لعضلات الصدر. طيب عايز اشتغل منطقه الديبس اللي هي كنا بنعملها بالدمبل. عشان اشتغل الجزء الوسطي او المتوسط لعضلات الصدر اشتغلها ازاي؟ بقفل ايدي لكني ماسك تو دمبل بالظبط. دمبل اهو. وبنزل ناحيه صدري واطلع تاني. بنزل ناحيه صدري. واطلع تاني. لو عرفت اطلع تاني. بنزل هتطلع. هنفترض ان انا هطلع تاني. كده انا شغلت الجزء المتوسط او الداخلي لعضلات الصدر. يبقى انا كده اشتغلت 3-4 زوايا لعضلات الصدر وانا في البيت. طب هل ممكن يؤدوا نفس النتيجه اللي ممكن الواحد يحصل عليها لو بالزبط. كان بيلعب هيؤدي نفس النتيجه لو انت كنت بتلعب عادي على بالبار وكده. بص حضرتك احنا اهم حاجه عندنا الاكل. الاكل ما دام احنا مدخلين نسبه البروتين المناسبه للجسم ونسبه الكارب المناسبه للجسم مع التمارين دي يبقى احنا مينيمم هنضمن ان احنا حجم العضلات مش هينزل. اوكي. نضمن اقل حاجه ان حجم العضلات مش هينزل. لكن طبعا لو احنا بنعمل التمارين دي واكلنا مش مظبوط لازم هنخس، ولازم جسمنا قصدي مش هنخس الدهون هنخس شكل العضلات، هيبقى شكلنا مش حلو اللي احنا عايزين نوصل بيه زي الجيم. عشان كده انا بقول ايه؟ سواء رحت الجيم او ما رحتش الجيم لازم احافظ على نسبه البروتين ونسبه الكربوهيدرات ونسبه الدهون الصحيه اللي داخله جسمي. ده زي الديركسيون كده بتاع العربيه، ده مهم جدا. طيب عايزين نعمل مثلا تمارين ترايسبس زي اللي موجوده في الجيم بالظبط، هنعمل ازاي؟ اول تمرين هنداق ايدينا بكف ايدي كده بالظبط. ده اول تمرين. وانزل واطلع. كده عضلات الترايسبس شغاله معايا بالظبط. بنزل واطلع.
يعني هنعمل نفس الضغط بس احنا ضامنين الايدين على بعض 12 بالظبط. ده يخلي التراي هيل تشتغل اكتر بالظبط. ده بديل ايه بقى التمرين ده؟ بديل الكبس. اوكي كروس تمام نفس الشكل اهو. انا بنزل بالظبط ضيق ايديا وبنزل. انا كده بلعب اكني بلعب تمرين الكبس كروس بالحبل. طيب التمرين الثاني، التمرين الثاني هستخدم الكرسي، وده تمرين مشهور جدا للترايسبس وممكن برضه اعمله في البيت سهل جدا. هضيق ايدي بمستوى جذعي وانزل. اوكي ده برضه تمرين مهم جدا في البيت ممكن اعمله، وبيتعمل في الجيم برضه باوزان اسمه ديبس، ده بيشتغل عضلات الترايسبس. حلو. ممكن تمرين ثالث، ده مكان تمرين اسمه سكال كاكشر بالبار الزجزاج. طب ده بديله هنعمله ازاي في البيت؟ ممكن نعمله وركبتي على الارض للناس اللي هي البيجنر اللي في الاول. اوكي ده دي الطريقه الاسهل بالظبط. ده اكننا ماسكين البار الزجزاج وبنشتغل اوكي على الديسك في الجيم بالظبط. بس الفرق بينه وبينه ان انا بستخدم الامكانيات اللي في البيت الغير متاحه. حلو. طب الليفل اللي اعلى من كده من نفس التمرين بيبقى نفس التمرين بقى هطلع كده وانزل كده، انا عليت الليفل ونزلت لان جسمي كله بقى في الهواء وانزل وانزل. ده ليفل اعلى شويه او اصعب شويه. كده احنا اشتغلنا تمرين شيست تمرين ترايسبس. ده جدول مثلا النهارده عندي بنج وتراي مثلا او بنج وباي ومش قادر اروح الجيم اعمل ايه؟ احنا قلنا نعمل ايه واحنا في البيت؟ هو احنا عاده اليوم الواحد لو هناخد عضلتين لازم تكون عضله كبيره وعضله صغيره بالظبط، عشان اولا العضله الكبيره والعضله الصغيره لما يتلاقوا مع بعض اولا بيسهل عليك التمرين. ما ينفعش تلعب عضلتين كبار في نفس اليوم، ده برضو نصيحه للناس اللي بتروح الجيم، او يا اما تلعب عضله واحده بس. لكن عضلتين كبار اللي هم ايه والصغيرين اللي هم ايه برضو عشان نعرف؟ احنا ممكن بقى نقول العضلات الكبيره اول حاجه في المقام الاول عضلات الرجلين، دي اكبر عضلات في جسم الانسان. أوكي. يليها عضلات الظهر، بعد كده بيجي عضلات متوسطه زي الشيست وزي الكتف، العضلات الصغيره اللي هي الباي والترايسبس. طب انا عشان اظبط جدولي يا كابتن اعمل ايه؟ لو انت في الاول انصحك تعمل عضله واحده بس في اليوم عشان تقدر حتى تفوكس عليها تركز عليها تبدا تشتغلها صح. طيب ابدا اعمل ايه؟ تبدا اوزان خفيفه تكرارات عشان تعلي الانديورنس اللي هو قوه التحمل عندك. بعد كده بعد فتره شهر شهر ونص تبدا تعلى بالاوزان. طيب بعد كده اعمل ايه لما ابقى ادفانس؟ تبدا تلعب مع عضلتين ازاي؟ بنج وباي مثلا، ظهر وتراي، كتف لوحده، رجل لوحده. وبالتالي طبعا احنا النهارده شفنا البنج والتراي ممكن تلعبوا ازاي في البيت من غير اي امكانيات، وممكن تبني لهم جسمك بطريقه اكل مظبوطه، دخل بروتينك مظبوط، دخل كربوهيدرات، دخل دهون صحيه، مالتي فيتامين كويس، هتلاقي نفسك انت جسمك ابتدى يبني وانت في البيت باقل امكانيات. حلو جدا. حضرتك ممكن لو في وقت تاني ممكن ناخد عضلات تانية، يعني مثلا لو هناخد الرجلين، طب نعمل ايه يا كابتن في الرجلين في البيت؟ طب ما احنا فيها اوكي يعني الرجلين سهله جدا وبسيطه برضو. انا عندي رجلين اهم حاجه طبعا السكوات، وممكن استخدم اي حاجه في البيت بقى، ازايز ميه لو انا عندي مثلا مخده تقيله امسكها. أوكي. يعني مثلا هلعب سكوات افتح رجلي بمستوى كتفي، وده برضو من التمارين اللي ممكن اعملها في البيت باي وزن. طبعا النفس مهم جدا، وانا نازل اخد النفس وانا طالع طلع النفس من بقي. طيب اي اعمار ممكن تعمل التمارين اللي احنا بنعملها؟ اي اعمار. الفاصل بيني وبين اي حد الاداء الصح. اوكي. من سن 8 سنين لحد 60 70 سنه، الفاصل ما بينهم الاداء الصح. اي حد يعمل التمرين غلط، اي حد سواء سنه صغير او كبير يتصاب. على ذكر الثمان سنين، في ناس بتسال على ولادهم يقدروا يبتدوا يروحوا الجيم ابتداء من سن كام؟ لان في موروث كده ان الجيم يعني للاعمار الاصغر مش كويس. في ابحاث طبعا طلعت من فتره طويله كانت قايله ان الاثقال للاطفال غلط. طبعا في ابحاث طلعت بعديها نفت الموضوع دوت. احنا ممكن نعمل اثقال خفيفه جدا من وزن 2 كيلو ل 3 كيلو. طبعا قبلهم بيبقى في ريزيستنس اللي هو بالحبل الاستيك. بنستخدمه في التمرين قبل ما نوصل للمرحله الاوزان اللي هي 2 3 كيلو للاطفال. ولازم نتفاجئ هنا بين الاطفال اللاعبين والاطفال اللي مش بيلعبوا حاجه. يعني مثلا انا عندي طفل 10 سنين ولعب مثلا كاراتيه مثلا، ودول بيبقوا معايا في النادي بيتمرنوا كاراتيه، بس عايزين يزودوا الفيتنس بتاعهم. دول بييجوا الجيم بيتمرنوا وبيرفعوا اثقال بس من 2 3 كيلو،
وممكن ماشين معين. طب والطفل العادي؟ لكن الطفل العادي يستحسن بدل ما هو عايز يعمل يبدا حياته يبدا يلعب رياضه، ممكن يدخل الجيم مع مدرب يبدا يشيل اثقال معينه 2 3 كيلو بتمارين معينه. ابتداء من سن كام بقى؟ من سن 8 سنين. من 8؟ من 8 سنين. انا تخيلتك هتقول من 13 من 12. لا لا لا، احنا عندنا من 8 سنين لحد 10 سنين ممكن يدخل الجيم عادي. احنا بنقول لك معانا اطفال بنعمل لهم بروجرام من 2 كيلو 3 كيلو اساتك وزن جسمهم زي ما كنا بنلعب من شويه. أوكي. الحاجات دي هي المتاحه ليهم، لكن طبعا السن ده مش هدخله الجيم وادي له اثقال ثقيله، لا طبعا استحاله. بس مهم ان هم يمارسوا رياضه ابتداء من المرحله جدا السنية. جدا. انا يعني كشخص انا دخلت الجيم من وانا كنت في اولى اعدادي. اولى اعدادي كنت مثلا 12 سنه او حاجه. فابتديت حياتي ان انا ادخل الجيم، كنت بشيل بار فاضي، ابتديت اشيل 2 كيلو 3 كيلو لحد ما جسمي خلاص بقى لايف ستايل بقى خلاص. ده بالنسبه له هرمون السعاده زي ما بيقول. تمام. طيب انت عندك تمارين ثانيه ولا يعني ممكن ناخد تمرين ثاني لرجلي مثلا؟ من التمارين المهمه جدا بالذات للسيدات تمرين اللانجز، عشان بينسق شكل الرجل وبشد الرجل والمؤخره طبعا. ده تمرين لانجز برضه، ممكن اخد ازازتين ميه واشتغل هو نفس التمرين اللي في البيت ده، ممكن اعمله 4 مجاميع في 12 تكرار. ده من التمرين المهمه جدا للرجلين. اخر تمرين للرجلين اللي هو قلب السمانه، ممكن امسك برضه اي وزن في ايدي، الاوزان دي يا جماعه ممكن اجيبها في البيت ازاز ميه عادي واطلع مشط رجلي اثبت ثانيتين وانزل. دي معظم التمارين دي المهمه جدا اللي ممكن اعملها في البيت. جميل. تعال بقى ايه نكمل كلامنا، لان برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تلاقيها بتخطر على بال الناس هو انا ما ينفعش امارس رياضه غير بعد ما اكون كلت بقد ايه. ده كلام مظبوط جدا، وده هيودينا بقى الاكل هيبقى عامل ازاي طول اليوم. ماشي. طيب احنا ممكن مثلا افضل وقت، وده فعلا ابحاث العلماء يعني اتجمعوا عليه، افضل وقت لممارسه الرياضه هو فتره الصبح. فتره الصبح ان انا اصحى مثلا ممكن اصلي الفجر مثلا او اخد النشاط بتاعي، وبعد كده كوبايه قهوه مع موزه او موستين وابدا امارس الرياضه بتاعتي، لان دوت لسه بيبقى فاضيه، وفي نفس الوقت انت جسمك وهرمون التستوستيرون عندك عالي جدا، وهرمون الجي اتش اللي هو جروث هرمون عالي جدا، بيبقى هرمون الحرق عندك عالي جدا. فده بيساعدك اول حاجه يخليك ادائك احسن، وفي نفس الوقت الحرق بتاعك اعلى، فده افضل وقت ليه اللي انت تمارس. يعني الفايده اللي من ممارسه الرياضه صباحا احسن من صباحا. المساء. يعني في ناس بتروح بالليل الساعه 10 11 اوكي، وبالذات الناس اللي بتشتغل. يعني انا طبعا يا كابتن انا برجع من الشغل متاخر بالليل. يبقى انت افضل ليك وقت ان انت تتمرن قبل ما تروح الشغل. ليه بقى؟ اولا يبقى انت عملت اللي احنا قلنا عليه من شويه، اللي انت تحرق كويس وهرمون التستوستيرون بتاعك عالي، فانت هتلاقي حتى ادائك في التمرين افضل، وفي نفس الوقت انت كده استفدت اللي انت خلاص خلصت الورك اوت بتاعك. صحيح. فبتروح فايق نشيط الشغل، فبتلاقي ادائك في الشغل حتى احسن من وانت لما ترجع من شغلك. ولو اقنعتك وحلفت وبوست راسك انت تروح الجيم بعد الشغل عمرها ما تحصل، تبقى هلكان جسمك همدان، فبتبقى ادائك في التمرين مش طب. ده بالنسبه للصحيان بدري وقبل الفطار. لا لو احنا مثلا حد عايز يمارس رياضه وقت الظهريه بعد الظهريه، ده بيبقى لازم يكون واكل قبلها. دي بتبقى الفئه بتاعت الشباب بقى. دي بيبقى لازم ياكل قبل التمرين حاجه فيها كربوهيدرات كويس. أوكي. قبل التمرين بساعتين. ليه كربوهيدرات وليه قبل التمرين بساعتين؟ كربوهيدرات بيخليك نشيط، بيديك باور ممتد المفعول عشان بيحرق منه. دي نقطة. النقطة التانية أنت بتخليك زي ما تقول كده هضمت خلاص، المعدة بتاعتك هضمت الأكل، فأنت ستاند باي اللي أنت ممكن تأدي أي ورك أوت. زي إيه؟ ممكن مثلا عندك شوفان. من الوجبات المهمة جدا والمفضلة جدا لجسم الإنسان، لأن هي كومبليكيتد معقدة. يعني إيه معقدة؟ يعني بتقعد طول اليوم بتديك باور ممتدة المفعول زي ما بيقول. البطاطس المهروسة، الرز او المكرونه مسلوقين بميه بلاش زيت عشان خاطر برضه السمنه، عندك البطاطا، عندك الموز، كل دوت كربوهيدرات. كل ده قبل بساعتين بالظبط. بعد التمرين لازم اخد وجبه فيها بروتين لازم. ليه بقى؟ لان انت خلاص انت عملت عمليه هدم الانسجه العضليه، فانت محتاج تبني فانت لازم تاخد مكانها حاجه اللي بيبني، اللي هو الطوب بتاع البيت. ايه الطوب ده بقى؟ اللي هو البروتين بتاع العضله. هو للاسف نظرا لان القماشه بتاعه الموضوع اللي بنتكلم فيه عريضه شويه. صحيح. اعرض بكتير من مساحه الوقت المتاحه لينا، بس على الاقل يعني انت افدتنا جدا بجد والله. ده شرف ليا، واكيد للحديث بقيه وللتمارين بقيه. اكيد اكيد كده برضو. اكيد نورت الدنيا كلها. كابتن محمود بشكرك على وجودك معانا. كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي فرع الجزيره. هنطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل الاستاذ ايمن جلبرتو وحديث مطول على كرة القدم. تفضل.